أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج لينكس روابط، أقدمه لكم أنا صفاء عماد من على قناة الشرقية والشرقية نيوز. رحلة سنأخذكم فيها لنتابع أبرز الروابط التي تداولتموها على مواقع التواصل الاجتماعي، نقرأها نحللها ونتابع تعليقاتكم حولها. اخترنا لكم لهذا اليوم العديد من هذه الروابط، يبدو أن أبرزها كان ما تم تداوله حول أسئلة الفيزياء في موقع تويتر، الوسم الذي بقي متصدراً لمدة يومين، هل تم تسريب أسئلة الفيزياء أم لم يتم تسريبها؟ أيضاً من الروابط الطريفة التي تداولتموها هي لذكرى كتبها سائح بريطاني ذهب إلى الكوليسيوم أو المدرج الروماني وقرر هناك أن يكتب ذكرى مع صديقته، لكن تلك الذكرى على الحائط تركت أثراً أليماً في قلبه. نتابع تفاصيلها بعد الفاصل. امتحانات البكالوريا التي تجري هذه الأيام لطلبة السادس الإعدادي بفرعيه تبدو الشغل الشاغل لمواقع التواصل الاجتماعي، وما يجري داخل قاعات الامتحان ينعكس بصورة مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل وسم فضيحة تسريب الفيزياء أو أسئلة الفيزياء الذي بقي لمدة يومين متتاليين متصدراً في موقع تويتر. غرد تحت هذا الوسم أكثر من 250 ألف شخص. ولنفهم ما الحكاية سنتتبع بدايتها، عندما سرب موقع على تطبيق تيليجرام ما قال إنه مرشحات أسئلة الفيزياء. البعض يقول أنها سربت قبل ساعات من قطع الإنترنت، والبعض الآخر يقول قبل أيام. أما أسئلة الامتحان هذه فقد شهد مجموعة من الطلبة والأساتذة بأنها تشبه كثيراً الترشيحات المسربة، لكن الأسئلة مرتبة بطريقة مختلفة. هذه هي صورة الأسئلة التي سربت أولاً، أو مرشحات قيل إنها سربت أولاً، ثم يتبعها النسخة التي امتحن بها طلاب الصف السادس لمادة الفيزياء، وهي عند مقارنتها تبدو مشابهة، غير أن هناك تغيير في ترتيب الأسئلة، بعضها قدم وبعضها أخر. بعد أن أجرى التلاميذ الامتحان خرج الكثير منهم معترضين على ما شعروا أنه غش تعرضوا له. البعض الآخر قال أنها ليست مشابهة، وهي فعلاً ترشيحات يقوم بها أساتذة المادة قبيل ليلة الامتحان، وكل واجتهاده. لجأ آخرون لشرح ما حصل، مثل هذا الطالب الذي سنشاهده. الرشح يجري راح تجي بالأسئلة صيغة أول مرة تجي بتاريخ الوزاري، ما موجودة لا بالكتاب ولا بأسئلة الفصل ولا قبل بالوزاري، متسعة أخذ من سعتها، مش مدري أخذ من سعتها. أما وزارة التربية فقد كان لها رد خاص جاء عبر صفحتهم في فيسبوك وكان كالآتي. هذا هو بيان وزارة التربية الذي قالت فيه: تهيب وزارة التربية بالمواطنين الكرام إلى الانتباه وعدم الانصياع للشائعات المغرضة التي تبثها بعض الصفحات التي تصفها الوزارة بالصفراء، التي تحاول إثارة الفتن والأكاذيب حول سير العملية الامتحانية. وهكذا استمر الخلاف بين طلاب يعتقدون أنهم تعرضوا لعملية خداع، وآخرون يعتقدون أنها مجرد مصادفة، والتربية تتوعد الصفحات الصفراء بالملاحقة القانونية. وعلى شاكلة ذلك أيضا جاءت التعليقات في صفحات أو مواقع التواصل الاجتماعي، سأقرأ لكم بعضا منها، وهي أيضا جاءت مختلفة. شاهد مثلا وآيات باقر وأزهر من على منصة تويتر، اخترت لكم شاهد التي تقول: هل من الممكن أن يستوي الطالب المجتهد مع الطالب المهمل والمتكاسل؟ هل هذه هي العدالة التي وعدتمونا بها؟ أيضاً من على منصة تويتر آيات باقر يقول: لا مجال ولا طاقة عندنا لإعادة الامتحان في حال كانت الأسئلة مسربة فعلاً.
يكفي استنزاف لطاقتنا. أزهر كتب يقول: مجرد مرشحات تطابق بعضها والبعض الآخر خالف كما يحصل كل عام، هذه ضجة ممن لم يدرسوا جيدا. إذا أزهر يعتقد أن كل ما يحدث هو افتعال ممن لم يدرسوا جيدا. بطريقة هوليوودية وصفها البعض رومانسية للغاية، تقدم الطيار اللبناني إبراهيم الخطيب لطلب يد حبيبته شيرين حاج عبر مكبر الصوت أمام ركاب الطائرة التي يقودها. نادى إبراهيم على رقم مقعد شيرين لتقوم من مكانها وطلب يدها للزواج أمام 245 مسافرا. لنتابع معكم هذا الفيديو. Could you please stand up? I would like to inform you in front of 245 passengers that I love you so much and I and I'll ask you the famous question: Will you? عن المسافرين وإعطائهم الإرشادات. يقول لها: أتمنى أن تتزوجيني أو ترتبطي بي لبقية حياتي. وطبعا الشابة تبان عليها علامات الارتباك، لكن تصفيق المسافرين يشجعها ويحمسها ويجعلها تتماسك أكثر. وذهبت هي فيما بعد إلى قمرة القيادة ليخرج إبراهيم حاملا خاتمه ويعلن أنهما دخلا الطائرة عازبين وسيخرجان منها مخطوبين. تعليقاتكم جاءت مختلفة أيضا. بعضكم عاتب الطيار أن أدخل حياته الشخصية إلى حياته العملية. سأقرأ البعض من هذه التعليقات. فاطمة تقول من على منصة تويتر: لا أعرف كيف استطاع أن يدمج حياته الشخصية مع عمله، لا أجد تصرفه بروفيشنال. وسام أيضا كتب يقول: الحمد لله أنها قبلت، لأن مشكلة إذا رفضت والطيار عصب. من على منصة تويتر أيضا لبنى تقول: حتى لو كان قراري لا، سأقول نعم بعد هذا الطلب الرائع. من أجل الحب وما يفعله الحب وسيرة الحب في كل مكان، قد نقع في مصائب كبيرة لا تنفع معها كل رسائل الاعتذار والندم. وهذا بالضبط ما حصل مع السائح البريطاني إيفان ديتروف الذي ذهب رفقة حبيبته هيلي إلى المدرج الروماني كولسيوم التاريخي الشهير، وقرر هناك أن يخط اسمه واسم حبيبته على أحد جدران الكولسيوم. لنتابع هذا الفيديو. كان يخط اسمه إيفان أند هيلي 23، ولم يبدو مستغربا أو مرتبكا مما يفعل رغم أنه في حضرة أثر تاريخي. يصورونه المارين ويبدو مبتسما وغير مكترث. المدرج هذا يتخطى عمره 2000 عام، يقع ضمن لائحة التراث العالمي، ويخضع من يعبث بهذا الأثر لعقوبات صارمة من قبل السلطات الإيطالية. وبالفعل عثرت السلطات على إيفان وقالت في بيان أنه قد يواجه عقوبة تصل إلى 5 من السجن، رغم رسالة اعتذاره التي أعرب فيها عن ندمه وجهله بالموقع الأثري الأشهر في إيطاليا. أما التعليقات فقد جاءت غاضبة. أمانيتا كتبت من على موقع فيسبوك تقول له: هذا هو، نستنتج من ذلك أن الرجل الذي ذهب لزيارة موقع تاريخي لم يكن يعرف أنه في موقع تاريخي، تسخر منه. جورج كتب يقول من على منصة تويتر: أتمنى أن تنتظره حبيبته التي كتب اسمها وهو يقضي 5 في السجن لأجلها. أما مالك فقد كتب يقول: الجهل ليس عذرا، يبدو في العشرينات من عمره ولا يعرف أهمية المدرج الروماني، هذا ذنبه. قد يبدو الصيف ساخنا هنا في الشرق الأوسط حيث نسكن، لكن درجات الحرارة في هوليوود
تشتعل دون هوادة بعد الخسارات المتوقعة لصناعة الأفلام والمسلسلات الأمريكية. 160 ألف كاتب وممثل من هوليوود يضربون للمرة الأولى منذ 60 عاماً أمام أشهر وأكبر شركات هوليوود للإنتاج. لنتابع هذه الإضرابات. هؤلاء هم كتاب هوليوود الذين سينضم إليهم بدءا من اليوم ممثلي هوليوود أيضا في أكبر إضراب عمالي ينظم منذ عشرات السنين. من المرجح أن يتأثر إنتاج أشهر الأفلام التي يجري تصويرها في هوليوود ومن بينها أجزاء من فيلمي أفاتار وغلاديتر جراء هذا الإضراب. لكن ما الذي يدفعهم لكل هذا الصخب؟ ربما تتساءلون. يبدو أن عمالقة الإنتاج في هوليوود مثل نتفليكس وولت ديزني وإتش بي أو وغيرها لا يعطون الكتاب وبعض الممثلين أجوراً منصفة مثل التي يحظون بها. فكان مطلبهم الأول في هذه الاعتصامات هو تقسيم أكثر عدلاً للأرباح، ثم أن تتوقف هوليوود كلياً عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تأليف النصوص أو ابتكار وجوه وأصوات رقمية تحل محل الممثلين أو الكتاب. من المتوقع أن يؤدي هذا الإضراب إلى شل حركة معظم الأفلام والمسلسلات التلفزيونية في الولايات المتحدة. فإن كنتم من متابعين أو محبين هذه الأفلام توقعوا توقفاً قريباً لها. أيضاً أنتم تتابعون مثل هذه الأخبار وتكتبون دائماً معلقين عليها. ريكو أقرأ لكم من على منصة تويتر ما الذي يقوله. المنتجون يقول: المنتجون لا يعرفون كيف يصنعون أشياء جيدة، يعرفون صناعة أشياء رخيصة فقط. أما ديجيتال بوي فقد كتب يقول: أتمنى أن تشل حركة أو تشل حركة الإضراب هذه كل قطاع هوليوود الإنتاجي وأن تعلمهم الدرس جيدا. جويداني كتب يقول من على منصة تويتر: سيقوم الذكاء الاصطناعي بكتابة البرامج التلفزيونية وتقليد الممثلين والقيام بالتعليقات الصوتية، هذا الإضراب سوف يسرع العملية فقط. وأنتم مشاهدين الكرام، ما الذي تعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيفعله بالقطاعات المختلفة سواء في الأفلام أو المسلسلات؟ اكتبوا لنا آراءكم وابعثوا لنا إن كان بين أيديكم روابط تعتقدون أن بإمكاننا أن نشاركها معكم هنا. كان هذا كل ما جاء في حلقة روابط لهذا اليوم. شكراً لاهتمامكم والمتابعة. إلى اللقاء.